الثالث من أركان الإيمان، الإيمان بجميع الكتب المنزلة من السماء. نؤمن بأنها كلام الله، تكلم الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى يتكلم بكلام يليق به سبحانه وتعالى، لا مثل كلام الخلق، وأنها غير مخلوقة، وأن الله سبحانه وتعالى أنزل مع كل رسول كتاب. نؤمن بجميع الكتب، وبمعلم أن الله سبحانه وتعالى من أسمائها وأخبارها وأحكامها، ونؤمن أن القرآن نسخ هذه الكتب، يعني لا نطالع ما في هذه الكتب، نطالع فقط في القرآن والسنة، نأخذ الأحكام من القرآن والسنة. نؤمن بهذه الكتب لكن لا نطالع ما فيها، نطالع ما ورد في القرآن والسنة، والله أعلم.